السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معاكم مستر أحمد من مدرسة أجيال مصر الخاصة. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنراجع في مادة الدراسات الاجتماعية، مراجعة على الوحدة الثالثة جغرافيا اللي هي اليابس والماء، ملخص لأهم نقاط دروس الوحدة الثالثة. الدرس الأول يا شباب بيتكلم عن نشأة اليابس والماء وأهم مصطلحات الدرس ده يا شباب. أول حاجة عندنا اليابس اللي هو الأجزاء المرتفعة على مستوى سطح البحر والتي لم يغمرها الماء، بعد كده محيطات، مساحة واسعة من الماء المالح ذات أعماق كبيرة، بعد كده بحر، بعد كده البحار، مساحات من الماء المالح أصغر مساحة من المحيطات. كان عندنا البحر الخارجي، مساحة من الماء المالح أصغر مساحة من المحيط وتتصل بالمحيط بفتحة واسعة. والبحر الداخلي، مساحة من الماء المالح أصغر مساحة من المحيط وتتصل بالمحيط بفتحة ضيقة. البحر المغلق، مساحة من الماء المالح يحيط بها اليابس وليس لها اتصال بالمسطحات المائية. بحيرة، مساحة صغيرة من الماء المالح أو العذب يحيط بها اليابس. النهر، مجرى مائي عذب تكون نتيجة سقوط الأمطار. ونخلي بالنا يا شباب من المصطلحات لازم أن نكون عارفينها عشان بتجيلي في الامتحان، ممكن تجيلي بصيغة اكتب المصطلح الجغرافي، ممكن يقولك في المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه كل عبارة من العبارات التالية، أو يقول لي ما المقصود بكل مما يأتي، ما المقصود بكل مما يأتي، يقول لي ما المقصود بكل مصطلح جغرافي مما يأتي، فلازم إن إحنا نكون عارفين المصطلحات. هننتقل لنقطة أخرى يا شباب. هننتقل لنقطة أخرى يا شباب اللي هي تفسير نشأة اليابس والماء اللي هي نظرية فيجنر العالم الألماني اللي اسمها زحزحة القارات. كانت قارات العالم كتلة واحدة متماسكة ثم تعرضت للتصدع والانكسار وأخذت أجزاؤها تتباعد تدريجيا عن بعضها البعض حتى استقرت في مواضعها الحالية وكونت القارات، وقد مرت هذه العملية بعدة مراحل بثلاث مراحل يا شباب. المرحلة الأولى كان اليابس كتلة واحدة أطلق عليها بنجاية يحيط بها الماء زي ما هنشوف دلوقتي يا شباب في الصورة. المرحلة الثانية تصدعت هذه الكتلة اللي هي بنجاية وانقسمت إلى كتلتين، كتلة في الشمال اسمها لوراسيا أو تعرف باسم لوراسيا، وكتلة في الجنوب تعرف باسم جندوانا، ويفصل بينهم بحر تيسيس زي ما هنشوف برضه يا شباب في الصورة. المرحلة الثالثة تصدعت الكتلتان جندوانا ولوراسيا ثم انقسمتا إلى عدة كتل وأخذت في النمو والاتساع والتباعد التدريجي عن بعضها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من قارات ومحيطات زي ما هنشوف برضو يا شباب مع بعض في الصورة. ودي يا شباب خريطة لتوزيع اليابس والماء على سطح الأرض. واليابس يا شباب بيشغل 29.3% من مساحة الكرة الأرضية وبيشمل القارات، وهي آسيا أكبر القارات وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية وأوروبا وأستراليا أصغر القارات. أما بالنسبة للماء يا شباب فهو بيشغل 70.7% من مساحة الكرة الأرضية ويتمثل معظمه في المحيطات، وهي المحيط الهادي أكبر المحيطات والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي والمحيط المتجمد الجنوبي والمحيط القطب الشمالي اللي هو أصغر المحيطات. معظم اليابس يا شباب يقع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، ومعظم الماء يقع في نصف الكرة الأرضية الجنوبي. ولو بصينا على الخريطة اللي قدامنا يا شباب هنلاقي إن دائرة الاستواء بتمر بقارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، ومدار السرطان بيمر بقارة آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية،
مدار الجدي بيمر بقارات استراليا وافريقيا وامريكا الجنوبية، والقارة الوحيدة يا شباب اللي بيمر بيها 3 دوائر عرض اللي هي دايرة الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدي هي قارة افريقيا. ويعد اليابس يا شباب طبعا الميدان الرئيسي لنشاط الإنسان ومصدر منتجاته الحيوانية والزراعية والمعدنية، وزي ما قلنا ان هو بيشمل القارات اللي بتتنوع فيها أشكال سطح الأرض من جبال وهضاب وتلال وأودية وسهول. أما بالنسبة للماء يا شباب، فطبعا الماء يعد سر الحياة ويحتوي على الكثير من الثروات مثل الأسماك والإسفنج واللؤلؤ والأصداف والأملاح وغيرها. والماء يا شباب بيشمل المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار وغيرها. أنواع المياه يا شباب: المياه المالحة والمياه العذبة. المياه المالحة المحيطات والبحار والبحيرات المالحة والمياه الجوفية، والمياه العذبة الأنهار والبحيرات العذبة والمياه الجوفية العيون والآبار، زي ما هنشوف في الشكل اللي قدامنا ده يا شباب. والدرس التاني يا شباب بيتكلم عن مظاهر سطح الأرض وعوامل تشكيلها، وأهم مصطلحات درس مظاهر سطح الأرض وعوامل تشكيلها عندنا أول مصطلح المرتفعات اللي هي الأجزاء التي تعلو فوق مستوى سطح البحر، الأجزاء التي تعلو فوق مستوى سطح البحر. أما المنخفضات فهي الأجزاء التي تنخفض انخفاضا واضحا عن الجهات المحيطة بها. يبقى المنخفضات اللي هي الأجزاء التي تنخفض انخفاضا واضحا عن الجهات المحيطة بها. بعد كده عندنا الجبل، والجبل أرض مرتفعة من سطح الأرض شديدة الانحدار لا يقل ارتفاعها عن 1000 متر، ولها قمة أو عدة قمم. أما بالنسبة للتل فهو أرض مرتفعة من سطح الأرض تشبه الجبل ولكنها أقل منه ارتفاعا. أما بالنسبة للهضبة فهي أرض مرتفعة عما يجاورها وسطحها مستوي أو شبه مستوي ويزيد ارتفاعها عن 500 متر وجوانبها شديدة الانحدار. والسهل يا شباب أرض مستوية أو شبه مستوية لا يرتفع مستواها عن 500 متر فوق مستوى سطح البحر. وطبعا يا شباب السهول في سهول فيضية مثل سهول نهر النيل في أفريقيا، وسهول ساحلية اللي هي مطلة على سواحل البحار والمحيطات. الوادي أرض منخفضة وضيقة تحف بها المرتفعات على جانبيها وتجري بها مياه النهر. الجزيرة مساحة صغيرة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات. وتعريف الزلازل يا شباب: هزات متتالية سريعة تحدث في أجزاء معينة من القشرة الأرضية، قد تكون قوية مدمرة أو ضعيفة أو غير محسوسة. طبعا يا شباب تؤثر الزلازل في تشكيل سطح الأرض حيث تعمل على تصدع القشرة الأرضية وتشققها، فيحدث انخفاض بعض الأجزاء من مستوى فيحدث انخفاض بعض الأجزاء من سطح الأرض فتغمرها مياه البحار، ويحدث ارتفاع بعض الأجزاء التي كانت تغطيها مياه البحار فتنحصر عنها المياه. أما بالنسبة يا شباب للبراكين فهي عبارة عن إيه؟ فتحات في قشرة الأرض
فتحة في قشرة الأرض تصل باطن الأرض الشديد الحرارة بسطحها البارد، تندفع منها وقت الثوران مواد منصهرة وأبخرة وغازات ورماد. طبعا يا شباب عندنا البحار الخارجية مثل بحر الصين، والبحار الداخلية مثل البحر الأحمر، والبحار المغلقة مثل بحر قزوين، والبحيرات المالحة مثل بحيرات مصر الشمالية، والأنهار مثل نهر النيل في مصر والسودان، ونهر دجلة والفرات في العراق، والبحيرات العذبة مثل البحيرات العظمى بقارة أمريكا الشمالية زي ما هو موضح على الخريطة التالية. عندنا يا شباب عوامل تشكيل سطح الأرض، العوامل الباطنية، الحركات السريعة مثل الزلازل التي تعمل على تصدع القشرة الأرضية وتشققها، والبراكين التي نتج عنها الجبال المخروطية مثل جبل كينيا، والتلال والهضاب مثل هضبتي اليمن وإثيوبيا، والجزر البركانية مثل جزر هاواي. والحركات البطيئة مثل الالتواءات والانكسارات ينتج عنها القارات والسلاسل الجبلية العملاقة. والعوامل الخارجية يا شباب عندنا التعرية المائية بفعل الأنهار، كونت السهول الفيضية والدلتا واد، والتعرية الهوائية بفعل الرياح كونت الكثبان الرملية والمنخفضات، والتعرية الجليدية بفعل الجليد كونت البحيرات الجليدية. وأشكال سطح الأرض يا شباب اللي هي التضاريس، الجبال مثل جبال الألب بقارة أوروبا، وجبال الهيمالايا بقارة آسيا، وجبال الإنديز بقارة أمريكا الجنوبية، وجبال البحر الأحمر بمصر، والتلال زي التلال البركانية مثل تلال أبو زعبل بمصر، والهضاب مثل الهضاب البركانية مثل هضبتي اليمن وأثيوبيا، والسهول مثل السهول الفيضية مثل سهول نهر النيل في أفريقيا، والسهول الساحلية مطلة على سواحل البحار والمحيطات، والأودية مثل وادي النيل في مصر. ودي يا شباب خريطة أشكال سطح الأرض التضاريس. ودي يا شباب تدريبات عامة على الوحدة التالتة، ودي أسئلة عايزكم إن شاء الله تبقوا تحلوها، وأنا إن شاء الله هبقى أنزل لكم نموذج الإجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.